احنا فعلا لاعب رجاء بني ملال والمنتخب الوطني سابقا. رجاء بني ملال طبعا هي قاطره تاع الجهه، كان في الاول بعد ملامح تتبين بانه ممكن الصعود، لكن في الاونه الاخيره والمباريات الاخيره اتضح انه مع الاسف كانت يعني صدمه الكثير تاع الجمهور الملالي، اللي كان فعلا كنا بغينا نكونوا بحال تطوان نزلنا وطلعوا، ولكن مع الاسف الشديد خاصه هذه الهزائم الاخيره، 5 هزائم متتاليه حطت بزاف تاع الاسئله، وكاين غموض كبير في الوقت الحاضر فيها كاع حاجه اللي كتقول مجموع يعني تقريبا، لان مع الاسف الشديد الناس اللي مسؤولين ما عباره باش نكون انا فرقه، راه خص استثمار هذاك، خصني نصبر ونكون الدراري الصغار، يعني الدراري تاع 18 و19 عام نخسر عليهم بزاف. احنا مع الاسف ما كنخسروا عليهم حتى حاجه، بغيناهم يجيو جاهزين، وهذا الشيء اللي ولا في المغرب كامل، كاع الفرق كيقلبوا على لاعبين جاهزين، وكاين من غادي تجي ما عندناش دوك اللاعبين الجاهزين دائما، كاين واحد الفئه تاع 20 لاعب هكاك تيبقاو يدوروا على الفرق حتى تيكبروا وصافي. مع الاسف الشديد لا كاين التكوين هو كل شيء، التكوين والناس المسيرين، لان اش وقع عندنا دابا؟ كيجي مكتب مسير تيقول انا غادي نخسر على الكادي مثلا تاع 16 عام، نخسر عليهم 3 سنين ولا 4 سنين غادي يمشي في حالي يجي واحد يلقاهم، هذا ما لا اختار، غادي نقولوا راه هاد الناس اللي كونوا هادو وهادو. مع الاسف الشديد الدوري تاع الجي كما قلت لك كانت الهويه والانتماء، كان مثلا كتلقى بني ملال كاع ولاد بني ملال، تتلقى ولاد مراكش كاع ولاد مراكش، ولاد سيدي قاسم، يعني كاين انت قبل ما تدخل راه كتخمم غادي تدخل اش غتقول لك الوالده ديالك ولا باك، الا كنتي خاسر واش شميت وداروا لكم والى اخره، كاين ذاك الزائد. نقول لك واحد القضيه، يعني الله حنا خلقنا من ناس من التراب ياك، حنا خلقنا من التراب، التراب تاع بني ملال راه ماشي هو تاع طنجه وتاع ولا ماشي تاع سيدي قاسم، فاش يكون عندك دراري تاع مزيودي من هالتراب تاع هاد البلاد هادي، تتكون هذيك الروح هذاك الانتماء الولاء، ما تتكون مصاريف اقل، ما دابا كتجيب 20 لاعب ولا اكثر وكتكري لهم كاملين وتاتت وهادي مصاريف كثيره وما كاينش هذاك المهم، المهم هو ذاك الولاء والانتماء ما كاينش. حنا كنشوفوا الفروق اللي كيمثلوا منطقه مثل رجاء بني ملال ما كنلقاوش فيهم ابناء المنطقه، وهذا شيء مؤكد بان رجاء بني ملال كاين شي لعاب كتلقى جوج لولاد البلاد، علاش حنايا ما نستافدوش من هاد التورنوات هادو اللي في لا ريجيون هنايا، اللي قدروا اننا نقبوا على مواهب شباب لطاقات، لان عدد كبير من اللاعبين اللي وصلوا لنيفو بروفيسيونيل انهم بداوا من هاد لي تيران بحال هكا من الحمري ومن هاد الاجواء هادو، مشاو لان لقاو ناس اللي تشد بيديهم وحكموا على الامكانيات اللي عندهم وامنوا بهم حتى وصلوا للبروفيسيونيل. هادشي حنا اللي كنتمناو اننا من هاد التورنوات هادو اننا ندورو في لا ريجيون هنا في جهه بني ملال ونقبوا على مواهب اللي تقدر انه تلعب لينا في بطوله برو ولما لا الاحتراف فرق كبيره. انا كنامن بهاد الطاقات هادو لانهم مادام لاعبين لانهم ياخذوا مثلا في هاد الفينال هذا ياخذوا جوائز اللي القيمه ديالها بسيطه كيضحيوا من اجل هاد الجائزه هادي، كنظن لا توفرت لهم الظروف انهم ولاش عندهم حتى هما بداو يشوفوا لي بريم سينياشور لي سالير اللي طالعين في واحد لو نيفو اللي هو كبير، انهم غادي يزيدوا يعطيو اكثر من هذا الشيء، وانهم اورونطاو لواحد لو كادغ لانهم يقدروا يوصلوا. كنتمنى هاد البادره ما تكونش غير في هاد الجهه هادي ديال اي تي عزه، كنتمنى انه تكون في بادره في لا ريجيون ديال جهه بني ملال الخنيفرة اكمل. اللي كاين هو خص هذوك العيون التقنيه اللي كتكون تابعه للانديه خصوصا ديال الهواة اللي خصها تمشي تحضر البطوله الان في المشارف ديالها في مختلف يعني الاقسام الوطنيه. للاسف الشديد الا ما شفناش بعض الوكلاء ما غاديش نشوفوا يعني التقنيين اللي تابعين الانديه الوطنيه، لان في فتره تكلمتوا قبيله مع السي احمد نجاح وايضا السي عبد الكريم عشيرات، الاوج ديال رجاء بني ملال كان ايضا في الوقيته اللي كانت يعتمدوا على ابناء المنطقه وايضا المناطق المجاوره. الان الانديه بدات كتعتمد فقط على اللاعبين المنتدبين اللي هما كيستنزفوا الماليه ديال الانديه، للاسف الشديد في اخر تنبحثوا فقط على النتيجه، النتيجه ماشي هي هذيك، الفرق ما عندهاش شي مشروع. تكلمتوا على رجاء بني ملال، رجاء بني ملال ما عندهاش شي مشروع، المشروع خصو ديال 3 سنوات او 4 سنوات باش نخلقوا فريق واحد فريق اخر، بينما كنبحثوا فقط على النتائج ونبحث على اللاعب الجاهز.
تكلم ايضا السي احمد نجاح على اللاعبين اللي كانوا يغديو الانديه الوطنيه، فقط ماشي غير العلودي، ابو شروان جا من 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 المنطقه ديال الزمامره، بيضودان جا من فريق ديال جمعيه وزاره العدل، واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي للاسف الشديد الان ما بقيناش نقوموا ذاك الدور ديالنا، بقات المساله نرجع للدوري هنا، فهنا راه جاو فيه واحد العدد اللاعبين اللي كانوا مرجع بني ملا لعبوا في هذا الملعب هذا هنا، وايضا واحد كان تنظم فيه واحد الدوري ديال الهجره اللي كانوا فيه المع اللاعبين اللي للاسف الشديد قلت لك انا ما كاينش عيون تقنيه اللي يمكن ان تاخذهم ديهم الانديه، صحيح انه التكوين ديالهم ماشي تكوين كبير ولكن على الاقل غيمكن ينفعوا الانديه من بعد واحد سنه او سنتين.